فيما يخص رجاء ستور، كما يعرف الجميع فانها استراتيجي ديال نادي الرجاء الرياضي في الرفع من الموارد الماليه ديال النادي وتلميع الصوره ديال نادي الرجاء الرياضي في مدينه الدار البيضاء وكذلك حتى في خارج مدينه الدار البيضاء. الان عندنا تقريبا في واحد المدينه قريبه، يعني نقدر ناكد لك مدينه برشيد، تقريبا الترتيبات مشات تقريبا بواحد 90% على اساس اننا نفتحوا المتجر في هذه الشهور القليله القادمه ان شاء الله. ومشروع كما تعرفون مشروع ناجح بكل المقاييس.